السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية. عواشركم مبروك، الله يدخل عليكم هذا العيد بالصحة والهنا وراحة البال. رجعت لكم اليوم فيديو جديد وبحيل وأفكار غتفيدكم بزاف، بالأخص يوم العيد بإذن الله. كنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم وأنكم تستافدوا منها، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة والاتجاهات الرائعة ديالكم. إلا عجبتكم هذه الحصة ما تنساونيش باللايك والبارتاج، واللي كيهمو الأمر بغا يكتشف هذه الحيل وهذه الأفكار ما عليه إلا تا فيديو تال الاخير وفرجه ممتعه. غندوزو لهاد الحيل وهاد الافكار باذن الله، خليكم معايا للاخير. باقيين عده حيل وافكار اللي غتفيدكم بزاف، بالاخص يوم العيد باذن الله، وبالاخص المبتدئات واللي يلاه تزوجوا وما عندهمش خبره وما عندهمش بزاف ديال التجارب. غندوزو لاهم شيء، وهو فاش كنبغيو نذبحوا الحولي، شنو هي الاشياء اللي خصنا نوجدوا ونحضروا تكون معانا، سواء بغينا نذبحوا في السطح او لا بغينا نذبحوا في الجرده او لا البالكون، من اي مكان كنا باغيين نذبحوا فيه. ما نبقاوش غاديين نجي للمطبخ كل مره نجيبوا حاجه. هاد الاشياء هذه كتكون مهمه يوم الذبح، يعني خاص ضروري تكون حدانا. غادي نتقاسمها معكم باذن الله حاجه بحاجه. كما كتشوفوا معايا مثلا هاد السله هذه او اي سله نتوما عندكم، خدوها ونظموا فيها الاشياء اللي غادي تحتاجوا يوم الذبح للتنظيف. يعني كما كتعرفوا يعني كنبغيو مثلا نسيقوا البلاصه فين هكا ذبحنا الحولي او لا كنحتاجوا هذه، ما خصكمش تنساوها، يعني باش غير تعلقوا الحولي ضروري تكون معكم. واخا هذه خصها تكون مع الادوات ديال الشويه وداك الشيء، ولكن هذه كنحتاجوها يوم الذبح، يعني فاش يلاه كيتذبح الحولي خاص هذه تكون، ما خصكمش يعني تجلاو تبقاو قلبوا عليها. هذه وجدوها باش ان يكون معكم ضروري الخل باش تحيدوا الرائحه هكا، جافيل باش تسيقوا المكان مثلا، هاد الشيتة هذه باش غادي تحتاجوها كذلك للتنظيف المكان فين انكم هكا ذبحتوا. مثلا هذه المكان اللي هكا الى رش لكم الدم، يعني الى شي مكان هكا قاسوا الدم ولا شي حائط او لا سطح ولا اي بلاصه، كونوا محضرين هذا المنظف هذا متعدد الاستعمالات. ديجا حضرتوه هنايا، رانا ديجا حاطاه معكم في القناه، نفس الكميه ديال الخل، نفس الكميه ديال الماء، كديروا السائل ديال الاواني، كترشوا المكان هكا مثلا المكان اللي قاسوا لكم الدم، وكتحاولوا انكم تجفوه قبل ما يعني قبل ما يكرم داك الدم، يعني ما خصكمش تخليوا داك الدم يقصح. هذا ممكن كذلك تعوضوه بالكرات الكبيره، يعني تكونوا حاطينه في داك المكان كذلك الا بغيتوا تسيقوا الارض. انا قلت لكم غير بالنسبه للحائط، الا قاس لكم الدم هكا داك الحائط او لاي مكان تديروا هذه الطريقه هذه، والمنظف، وتكونوا موجدين بكربونات الصوديوم، المقص اللي تحتاجوه. هذا الا كنتوا باغيين ديك الساعه تشوطوا الراس او لا باغيت تحتاجوه، وممكن كذلك شويه ديال الملحه، يعني ترشوا بها كذلك الاماكن اللي كيطيحوا لكم فيها داك الدم وداك الشيء، هو الجفاف، يعني رائعه الملحه هي كتجفوا بها كتحيد لكم جميع الروائح مع بيكربونات الصوديوم. هذا الشيء ضروري انكم تحضروه الا بغيتوا مثلا احتاجيتوا انكم تمسحوا شي مكان هكا ولا شي مائده هكا ولا شي حاجه علاش بغيتوا تحطوا هكا الحولي او لا اي حاجه، يعني ضروري خصها تكون معكم. وكذلك هذه الا بغيتوا تغسلوا هكا شي سطال او لا شي بانيو او لا. اما هذا المنظف هذا كتكونوا ديجا دايرين فيه السائل ديال الاواني، وممكن كذلك انكم تاخذوا واحد مثلا داك ديال الغسل ديال الايادي تخويوه وديروا فيه السائل ديال الاواني وتحطوه هنايا. غير نسيت ما حطيتش معكم واحد شويه ديال السائل ديال الاواني، واخا رانا ديجا مخلطه هنايا. هذا راه رائع للتنظيف، والخل ضروري يعني كيحيد لكم كاع ديك الروائح اللي كتكون رانا حاطه في هذا المنظف هذا. يعني هادو لوازم بسيطه ولكن كتفيد كلالا، باش انك ما تمشيش كل مره للمطبخ تجري تجيبي جافيل، تجري تجيبي الخل، تجري تجيبي مثلا المقص اللي احتاجيتيه. يعني هادو هاد السله عطاكم لا ديال لابوبيل فين انكم غادي ديروا داك الشيء، يعني كل شيء هاد الشيء كيكون حداك، مشيتي للسطح دي هاد السله معاك في مكان المكان ديال الذبح، كتكون مفيده وغتفيدك بزاف. كنتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل بهاد الفكره هذه، وغندوزو للفكره المواليه. وغندوزو للحيله او الفكره المواليه، وهي اهم الاشياء اللي خصنا نوجدو ونضمو في مكان واحد اللي كنحتاجو يوم العيد، باش انها كسيده ما تبقاش تقلب وما تبقاش انها تضيع وقتها في بزاف والمجهود ديالها انها تنسى هاد الحاجه وتشوف واش كاين هاد الحاجه. يعني هاد الشيء كنديروه هكا واحد اليومين هكا قبل العيد او لا، ولكن ما فيها بس الا بقى غير نهار وتذكرتي شي حاجه نسيتيها راه جيد، يعني باش انك توجدي كل شيء وترتاحي يوم العيد باذن الله. كنتمنى هاد الافكار تفيدكم. غندوزو باش نشوفوا اشنو ممكن اننا نوجدو وننظمو في مكان واحد.
كما كتشوفوا معايا غادي نجيبوا الاكياس ديال المجمد. المهم نتوما اي نوع شريتو كتكونوا خصكم ضروري هادشي تحطوه في مكان واحد. انا غير بينت لكم هنا نتوما نظموا فاش ما بغيتوا. مثلا هاد الاكياس هادو كما كتشوفوا معايا بابي كويستون ضروري خصو يكون. هاد المقده هادي باش كنقطعوا اللحم يعني حتى هي خصها تكون واجده. هادي باش كنشو كما كتعرفوا يعني ضروري كاينين عندي جوجات. بالنسبه للقطبان كذلك يعني كتغسلوهم وتمسحوهم وتنظموهم وتديروهم هكا فشي مكان هكا باش تحافظوا عليهم من الغبار. وكذلك ضروري من هاد الجليدات هادو حضروهم لانكم غتحطوا عليهم اي حاجه اللي ما اللي كتبغيو هكا مثلا باش ان ما تزلقش معكم او لا ممكن كذلك انكم ديروا عليهم يعني اي حاجه نتوما بغيتوا تحطوا او لا تشقاو عليهم راهم جيدين يعني هكا اي حاجه بغيتوا تقطعوها ولا بغيتوا تحطوا عليهم القراده باش ما تزلقش لكم. القراده كذلك كتكونوا مجدينها يعني هاد الاشياء هادي غير كان لتذكير الاخوات المبتدئات. وبالنسبه كذلك لهادو القلوعه ديال الدرهم حتى هما راه كينفعوا يعني كنحتاجوهم في بزاف ديال الاشياء حتى هما شريوهم وانكم يعني نظموهم وحطوهم فين ما بغيتوا المهم غير تكونوا مذكرينهم. وكذلك المقاس ديال المطبخ ضروري يكون معنا فين ما كنا فين في اي حاجه يعني كنحتاج نقطعوا به. وكذلك مثلا البلاستيك الغذائي يعني ضروري. وكذلك هاد العيدان الخشبيه يعني مهمين حتى هما اللي بغينا نديرو هكا ولا بغينا نديرو شي حاجه في المجمد اولا بولفاف ولا ديجا حضرتو معكم يعني الا بغيتو تخبيو شي حاجه في المجمد. وعطيتكم الطريقه كيفاش تحضروهم قبل انكم ترقدوهم في الماء ليله كامله بالنسبه للاخوات الجداد باش ما يتحرقوش معكم. وكذلك ما تنساوش انكم تمضيو يعني اي سكين عندكم وتوجدوهم وتخليوهم هكا حتى هما يعني واضحين لكم. بالنسبه لهاد المناديل يعني هاد المناديل هادو كيفيدونا بزاف بالاخص للحوم والشحم يعني مع الصهد دابا ما تغطيوش بالبلاستيك. حاولوا انكم بحال مثلا الشحمه نوري البنات المبتدئات انكم تشدوا مثلا هاد المنديل هذا وتحلوه تحلوه كامل وتحطوا عليه الشحمه وتحاولوا انكم بسرعه تغطيوها وتلفوها فيه باش ما تكرمش يعني غير تنشف انفو تنشف غير شويه وتجمعوها هكا يعني باش ما تنشفش معكم وتبقى جيده باش فاش بغيتوا تلويوها في الفاف ما تبقاش تقطع معكم. يعني ضروري تحضروا هكا مناديل اللي نضاف يكونوا واجدين. وكذلك المناديل باش كنمسحو راكم كتعرفوا يعني كنحتاجو بزاف ديال المناديل حتى هما وجدوهم وحضروهم وطرفوهم بحال هكا. وجدوا الشوايه ديالكم مسحوها ونظفوها ولا عندكم بزاف ديال الشوايات مهم وجدوهم. وجدوا بابي ديال بابي كويزين يعني حتى هو كنحتاجوه يعني كاع هاد الاشياء هادي راه مهمه. ورق الالومنيوم حتى هو راه حنا كنحتاجوه بزاف بزاف يعني بالاخص هكا الا بغينا نديرو على المجمر باش ما يتوسخش لينا ويطيحو عليه الدهون. بالنسبه الى بغينا نفرشوه في المكان اللي حنا كنشويو فيه المهم حتى هو راه غادي يفيدكم يفيدكم يعني بزاف ديال الاشياء. كنتمنى ما نكون نسيت شي حاجه مهم اهم الاشياء واخا غير بسيطه ولكن راها افكار غادي تفيد المبتدئات اللي اول مره تزوجوا ولا اول مره غادي هكا يحضروا للذبيحه مازال ما عارفينش. وغندوزو الافكار المواليه وهي انكم تحضروا هاد الشبيكات هادو البانيويات يعني انا حطيت لكم هنايا غير حاجه باش نذكركم. بالنسبه للبانيويات بحال مثلا هذا باش تغسلوا الدواره وتغسلوا اللحم ديالكم وكذلك فيه الشبيكه باش انكم تقطروا اي حاجه بغيتوها. وكذلك الغطاء مثلا باش الا بغيتوا تدخلوها للثلاجه اولا تخليوها قبل ما تدخلوها للثلاجه ما تحطش عليها هكا الحشرات كما كتعرفوا دابا الحراره. وبالنسبه كذلك حتى لهذه يعني كتغسلوا فيها وكتقطروا فيها في نفس الوقت يعني. وكذلك بحال هاد البانيويات الكبار وهاد البانيويات الصغار وهاد الشبيكات الاخرين يعني حتى هادو ضروري تغسلوهم وتوجدوهم قبل لانهم غيدفعوكم في اللحم وفي الدواره وفي اي حاجه. يعني هاد الشيء بالنسبه للمبتدئات. وكذلك ما تنساوش هادي باش كنغسلوا الاواني يعني انكم الا عندكم مثلا هادي باش انكم تودعوها ما تبقاش دير لكم الريحه كما كتعرفوا دابا الحراره كتحطوها هكا يعني كتعلقوها في حدا الروبيني وفي المساليسو يعني تحطوها في الليل. والا ما عندكمش يعني كتاخذوا اي علبه ديال البلاستيك كتحاولوا انكم تقبوها وكتبقاو دائما تودعوها فيها ودائما في الاخير ديروا لها شي ديال بيكربونات الصوديوم والخل باش ما ديش لكم الرائحه نهائيا. كنتمنى هذه الفكره كذلك انها تفيدكم. وغندوزو لاهم فكره من الافكار ديال اليوم وهي الاعشاب اللي خصنا نحضروا من غير اننا غنحضروا العطريه كذلك مهمه بطبيعه الحال. علاش؟ لاننا كما كتعرفوا يعني في العيد هكا تكون الشحوم كتكون تخمه يعني كناكلو هكا بزاف. غادي نتقاس معكم عشبه بعشبه ولكن الا بغيتوا الفوائد ديالهم كلهم راه ديجا حطاهم معكم في القناه تعرفوا الفوائد العظيمه ديالهم ولاش كيليقوا كذلك. انا غنختصر لكم هنايا مثلا غادي نبداو بالزعتر. الزعتر كلشي كيشري يعني كاع نسى ما كينساوش الزعتر وكيكون عندنا في جميع البيوت كنديروه في الشاي كنديروه هكا يعني كنحكوه على اللحوم كنديروه على بزاف ديال الاشياء يعني.
حيت هو رائع وكيعطي واحد النسمه رائعه، وكذلك اليزير، يعني اليزير كما كتعرفوا ضروري وبالاخص للحوم، لانه رائع رائع. الا حطيته هكا على اللحوم راه ما كتجيش ليها الحشرات نهائيا، وتا هو كنستعملوه هكا في الشاي في اي حاجه. الا بغيتو تعرفوا على الفوائد العديده ديالو نخليكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف. وكذلك الشيح، الشيح راه ممكن اننا نشربوه، يعني حتى هو المنقوع ديالو راه مفيد بزاف. الشيح حتى هو له فوائد عظيمه. وبالنسبه لورق الغار ما تنساوش، لانه كنستعملوه هكا في الطهي، وكنستعملوه في بزاف ديال الاشياء. حتى هو راه جيد. بالنسبه للحم هكا كاين اللحم اللي كنديرو غير بدون توابل غير في الطنجره، كيعطي واحد النسمه رائعه. اللحم مشوي في الطنجره، وكذلك القزبر حبوب انا مازال ما طحنتوش، دابا غنطحنو ان شاء الله. بغيت نطحنو حتى لاخر لحظه باش يبقى محافظ على الرائحه ديالو وعلى يعني الفوائد ديالو. راه مفيد بزاف للحوم بالاخص الكرداس، يعني غادي تحتاجو بزاف قزبر حبوب. كنتمنى بالفعل اللي نساتو انها تاخدو. وكذلك حب برشاد، يعني ما تنساوش انكم ديروه مع الحليب، ديروه مع شي حسوه هكا الا درتوها، يعني ديروه في بزاف ديال الاشياء. وكذلك الريحان، الريحان راه له فوائد عظيمه، حتى هو مفيد بزاف بالاخص حتى هو هكا التسمم الغذائي، السوء الهضم، يعني بزاف ديال الاشياء. وما تنساوش الخزامه اللي هي مهمه بزاف. كيكون الفيديو ديالنا سهلا، وكنتمنى هاد الحصه بالفعل انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا ولو بالقليل ولو فكره واحده انها تفيدكم باذن الله. اعوشركم مبروكه، وكنشكركم بزاف بزاف على المشاهده. ما تنساونيش بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والحباب ديالكم باش الفائده تعم، وتخليو ليا لي لايك اللي كيشجعوني، وانتظروا الجديد ديالي وانا كذلك في انتظار تشجيعاتكم الرائعه. والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.